نجحت مبادرة إنشاء وحدات الفروع الإنتاجية التي أطلقتها وزارة العمل توفير فرص عمل للمتعطلين خاصة الإناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر في تشغيل 2800 عاملة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. مبادرات وبرامج تطلقها الحكومة هنا وهناك للحد من مشكلتي الفقر والبطالة خاصة بين صفوف الشباب في المناطق النائية بما يوفر بيئة مناسبة للعمل. من هنا جاءت مبادرة إنشاء وحدات الفروع الإنتاجية التي أطلقتها وزارة العمل لتوفير فرص تدريب وتشغيل للعاطلين عن العمل، والتي تستهدف 3700 عاملة. إحنا حالياً موجودين بواحد من الفروع الإنتاجية واللي هم عبارة عن 14 فرع إنتاجي موزعين في محافظات المملكة، وإحنا بمنطقة الشون الجنوبية. منعرف إحنا قديش هذا إشي كثير عظيم لما أنت تشغلي 400 بنت من المناطق النائية، قديش بيساعد بإنعاش هذه المنطقة اقتصادياً، قديش بيوفر فرص عمل للإناث. وبتعرفي حضرتك انه احنا الفروع الانتاجيه من اهم الامتيازات تبعتها هي تشغيل الفتيات بالاضافه لجذب الاستثمارات للمناطق النائيه وتشغيل الاناث في هذه المناطق. تشغيل الشباب خاصه الاناث في المناطق النائيه يواجه معوقات، من اهمها بعد موقع العمل عن مكان السكن، حيث ركزت هذه المبادره على هذه الاعتبارات لتحديد المناطق المستفيده منها. احنا الان في عندنا 400 عامله اردنيه من بنات المنطقة، إنتاجنا كلياته لغاية التصدير الخارجي، جودة الإنتاج بفضل رب العالمين وجهود الصبايا جودة عالية جدا. أما المزايا التي وفرتها المبادرة من خدمات صحية ونقل وغيرها ساهمت بتشغيل 2800 عاملة إلى الآن. طبعا أول شيء احنا التحقنا بمركز تدريب، بعد مركز التدريب جابونا هون على المصنع. طبعا اول شيء فت على مرحله الهربر، بعدين صرت ليدر، بعدين صرت مسؤوله خط كامل. حبيت اشتغل هان حتى اني اساعد اهلي واساعد نفسي، حتى اني يعني اخذ كمان خبره. انا ما لقيت شغل من اول ما تخرجت وجيت هان. وتبقى تحديات كبيرة تقف عائقا أمام تشغيل الشباب، أبرزها ثقافة العيب والأجور والالتزام بقانون العمل. فهل نجحت هذه المبادرة في توفير فرص تدريب وتشغيل للعاطلين عن العمل في المحافظات البعيدة ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر؟ ليلى خالد، رؤيا.